ما هذا لبيت الرب، ما هذا لباب للسماء. لأن أنا طولت عليكم، فتعالوا نقف كلنا، تعالوا نقف كلنا. اخترنا أبواب صهيون أكثر من خيام أورشليم. بنختار أن نقف في الحضور، والحضور التقيل، الحضور اللي بيعمل معجزات، الحضور اللي ممكن يلمس ويطلع هرمونات، الحضور اللي كافي جدا أن الكهنة ما يقدروش يقفوا من كتر ما هو تقيل، الحضور اللي بيخلص حاجات مباشرة، الحضور اللي بيحسم معارك ومؤامرات لإبليس تتهدم بسبب تقل الحضور، الحضور اللي فيه إيليا لف رداءه على وجهه، لأن في صوت في الحضور بيكلمنا من النار، قال كلمتكم من وسط النار. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم ورهبتكم. بنقدسك، بنرفعك، بنعليك، بنقول لك قدوس، بنرفعك جدا. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم، هو رهبتكم. أبويا السماوي، أعبر كعمود نار في وسط هذه القاعة الآن، أعبر كعمود نار. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم. مرة كمان، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم هو رهبتكم، حتى آخر صف. الصوت بيخرج من النار، الحضور الإلهي بيطلق، بننحني تحت حضورك، بننحني لحضورك، نهرًا جلال اسمك وجلال مجدك. حضورك كافي جدا انه يخلص المواضيع، يخلص المواضيع. وحضورك بيطلق صوت يحسم ويطلق صولجان، يرسل الرب قضيب عزك من صهيون، صولجان ملكك من صهيون. تسلط في وسط اعدائك، تسلط في وسط أعدائك. ارفع ايدك معايا لو تحب، اعلن ايمانك كده ان ايديك مليانه كلمه، اعلنها بايمان دلوقتي. ايديك مليانه كلمه، قول يا رب انا ايديا مرفوعه بعصايا، ايديا مرفوعه بعصايا. انت بتصحيني من النوم وتقول لي جيب العصايا، عندنا شغل، انا اهي العصايا يا رب، أنا جبت العصاية، أنا جبت الكلمة. ولو ما عنديش كلمة أنا واثق منها، حروح البيت واسجد واخد كلمة، وحاخد كلمة وحستمر قلبي على، وأنا في الطريق، وأنا حين تمشون، حين تنامون، حين تتضجعون، حين تأكلون. ليه؟ لأنه بتجيلي في لحظة وتقولي جيب العصاية، عندنا شغل. هللويا. يرسل لك الرب صولجان عزك، قضيب عزك، تسلط في وسط أعدائك. ارفع عصاك على البحر، لما رفع موسى العصاية انتقل الملاك إلى وراءهم، وانتقل السحاب إلى وراءهم. حركة بتحصل لأنه في واحد جوا كلمة بيطلقها تبلع كل سم، سم مصر، سم أحمال، سم صحراء، سم أزمنة، سم أوقات. كل ما الكلمة تبلع سم، كل ما الكلمة بتقوى في ذراعك، كل ما الكلمة بتقوى في أجواءك وفي أجواء بيتك. قال اربطها على أبوابك، اربطها على أبواب بيتك، تحدث بيها لأولادك، تحدث بيها في أجواءك. حينئذ تكون أيامكم كأيام السماء باسم الرب يسوع، تكون أيامكم كأيام السماء. مرة كمان ارفع ايدك بالكلمة وقول له يا رب أنا بتنبأ أيامي كأيام السماء بسبب العصايا، بسبب الصولجان، بسبب الكلمة. تكون أيامكم كأيام السماء لكي تطيل أيامكم في أراضي الامتلاك. قول يا رب أنا مش عايز أعيش أوقات طويلة من غير شفاء، أوقات طويلة من غير فرح،
أوقات طويلة من غير خدمة، أوقات طويلة من غير نقلة، أوقات دوران ملهاش لازمة. يا رب أنا برفع العصاية يا رب لأني لا أريد أن أطيل زمان الدوران، أنا أطيل زمان الامتلاك، زمان الخدمة والمسحة والدعوة والاستخدام، أيام السماء على الأرض باسم الرب يسوع. هللويا. حارب معايا من أجل أيام السماء على الأرض، حارب معايا من أجل أيام السماء على الأرض باسم الرب يسوع. هللويا. يسوع أدخل بدم الحمام، أدخل لأعبدك، أسجد أباركك. قول أنا بدخل، بدخل، أدخل لقدس الأقداس. أنت اللي تختار عمق العلاقة بحسب اختياراتك واختباراتك. أدخل لأعبدك، قل أنا بختار الاقتراب. الريح، مفتاح الزلزلة، مفتاح الآيات والعجائب هو الصوت المنخفض الخفيف. بنقول
بنسكن قلوبنا جواك يا رب، بنخش لنهر صوتك، بنخش لنهر صوتك. أفضل صلوة صلاها بولس من أول يوم في حياته، ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ لما شاول بولس بقى أعمى، السؤال ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ مش ليه عملت فيا كده وليه حصل كده، سؤال ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ والإجابة بتفتح حياتك، الإجابة الصوت بيفتح كل حاجة في حياتك. فارفع ايدك وغمض عينك من فضلك، انسى انك في اجتماع، ما تبصش على اللي بيتكلم، ما تبصش على الستيج، ما تبصش على حواليك، ما تبصش في اي حاجه تاني. انتهز دقيقتين، غمض عينك وارفع ايديك، قول يا رب املاني بصوتك، املاني بصوتك. مش لازم تسمع دلوقتي، بس مش لازم، لو سمعت دلوقتي خير، لو سمعت دلوقتي خير، بس مش لازم تسمع دلوقتي، اطلب دلوقتي، قول يا رب املاني بصوتك، سيج من حول طريقي بصوتك، عايز اسمع صوتك في كل حاجة، ليس بالخبز احيا بل بكل كلمة خارجة من فمك. افتح وداني لاسمع كالمتعلمين، صلي معايا. انا شخصيا مش متوقع اسمع دلوقتي 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 حاجة، لاني انا بصلي وسايب صوت عالي في الميكروفون. انت ممكن تسمع، بس انا بصلي ليا كمان، يا رب املاني اكتر بصوتك وصوتك وصوتك وصوتك. فصلي معايا وقول يا رب املاني بصوتك، املاني بصوتك. مكتوب اذناك وعد كده، اذناك تسمعان كلمه خلفك، هذه هو الطريق. املاني بصوتك يا رب، املاني بصوتك. صلي معايا قول املاني بصوتك، اذناك تسمعان كلمه خلفك، هذا هو الطريق. حينما تميلون يمينا او يسارا، يعني تيجي تميل يمين ورب يقول لك صوت، تيجي تميل شمال ورب يقول لك صوت، عشان يحافظ عليك في السكة وفي الطريق. سراج لرجلي صوتك، سراج لرجلي صوتك، ونور لسبيلي. املانا بصوتك وبكلمتك، املانا. هللويا روح الله، هللويا. املا كل روح هنا بعصا، عصا الكلمة، حيث الكلمة هناك سلطان. املا كل روح هنا بعصايا، وعصايا بلعة حياة. املا املا، قول له يا رب اديني عصيان زي كده، واديني عصيان تبلع حياة، ولما تبلع حياة ارفعها على بحر، وارفعها على نهر خارج من فم الحية، وارفعها على ظروف واحداث، ارى نار وارى زلزلة وارى ريح وارى امورك بتحصل، لان في صوت منخفض خافت باسم الرب يسوع. نور العالم نحو الظلمة أتيت، افتح عيني كي أرى يسوع. مهما لك قلبي قد سبيت، أنت رجاء الحياة. نور العالم نحو الظلمة أتيت، افتح عيني كي أرى. مهما لك قلبي قد سبيت، أنت رجاء
كلمة، طول ما في إيديك كلمة، طول ما في إيديك صوت لا تخاف. سكت بالصوت خوف الحية، شك الحية، حصار الحية، واكسر كل حصار حواليك بالكلمة بالعصاية. مد يدك بالعصا على البحر، اوعى تشك في الكلمة. طول ما في كلمة في موضوع ما تشكش في الموضوع، طول ما في كلمة من الرب في موضوع، بتكلم على مواضيع امتداد الملكوت، بتكلم على مواضيع امتداد السماء على الأرض، مش بتكلم على مواضيع شخصية بقى، بتكلم على مواضيع امتداد الملكوت، بتكلم على مواضيع امتداد السماء على الأرض. طول ما في كلمة، طول ما في كلمة، تقول لي شغلي موضوع السماء على الأرض أقول لك آه، تقول لي بيتي موضوع السماء على الأرض أقول لك آه، صحتي السماء على الأرض نعم، بس الخدمة كمان موضوع السماء على الأرض. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، هذه كلها تزاد لكم. طول ما في كلمة في إيدك لا تشك، ارفع يدك بالعصا على البحر، أحداث كلها بتتحرك في اسم الرب يسوع. هللويا. أبويا السماوي في هذه اللحظات أعبر كتنور نار في هذه القاعة باسم رب يسوع. أؤمن بحاجات بتقع، تقع من علينا، تقع من على كل عبادة قديمة، كل زقاق قديم بيقع باسم رب يسوع من أجل استقبالات للصوت جديدة. كل زقاق جديد له خمر جديدة، له انتعاش جديد باسم رب يسوع. فقول يا رب أنا بخلع الزقاق القديم في العبادة. صلي معايا قول أنا بخلع الزقاق القديم، بخلع الطريقة القديمة من أجل خمر جديدة، من أجل إنعاش جديد باسم الرب يسوع. هللويا. أعبر كتنور نار، حاجات لزقت من إبليس تتحرق على أذهان البعض هنا، كل تخويف لزق، كل أرواح شر لزقت بظهرك، لزقت بأفكارك، تتحرق الآن باسم الرب يسوع. أصلي الآن من أجل نار تعبر في وسط هذه القاعة، من أجل إطلاق الدعوة زي ما أطلقت دعوة أشعيا، ها أنا ذا يا رب ارسلني. كثيرين موجودين هنا متعطلين في الدعوة في الاستخدام، انحني قدام الحضور الإلهي قولوا ها أنا ذا يا رب ارسلني باسم الرب يسوع. شوف الأحداث بتتغير من أجل إطلاق، إطلاق رجليك في الدعوة. الملاك حيحمي ظهرك، حيرجع لورا، يقف ما بينك وبين فرعون عشان أنت تنطلق في الدعوة وتنطلق في الخدمة وتنطلق في القصد على حياتك باسم الرب يسوع. لا تعطيلات في الشغل فمعطلة فرحك ومعطلة إيمانك في الاستجابة باسم الرب يسوع. كنت متوقع ترقيات وما حصلتش، كنت متوقع أبواب راحة تطلق وقت أفضل في خدمتك وفي شغلك في اسم الرب، بس ما حصلش. ارفع إيدك بالكلمة، ارفع إيدك بالكلمة، قول البحر يتشق قدامي باسم الرب يسوع. كل تعطيلات على الشغل، ابتلاعات في الشغل من أجل إجهاض ترقية تطلق وقت خدمتك باسم الرب يسوع، تنفتح الأبواب، تنفتح الأبواب باسم الرب يسوع. هللويا. كل رجلين هنا متربطة، أي كان نوع الرباط، أيا كان نوع الرباط المربط رجليك ورجليكي، حرية مجد أولاد الله. أرجلنا كالأيائل على المرتفعات، كالأيائل على المرتفعات، يجرون ولا يعيون، يمشون ولا يتعبون. لا تعطيل للسرعة، لا تعطيل للامتلاك، نطيل أيام الامتلاك باسم الرب يسوع. هللويا هللويا هللويا. الكلمة بتخترق قدامك، يرسل لك الرب قضيب عزك من صهيون. تسلط، تسلط في وسط أعدائك، تسلط في وسط أعدائك باسم الرب يسوع. هللويا. متى لفتي كا رب نفسي ليس مثلك. هللويا. Hallelujah, I can't speak.
كل آيات وعجائب، كل معجزة في احتياج ليها لامتداد الملكوت، أنا رافع إيدي الآن من أجل مجد الرب يعبر ويلمس كل حاجة موجودة في نفسك وفي روحك. رب مستعد يلمسها، كل حاجة موجودة في جسدك وفي كل مسؤوليات مرمية على كتافك، رب مستعد يتحرك عليها، يحرك الأحداث، يحرك ملاكه، يحمي ظهرك ويحسم أمور. الحضور الإلهي بيحسم أمور كثيرة. أنا بتحد معاك من أجل حسم 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 الناس اللي واقفة من أجل بيت، الناس اللي واقفة من أجل أشخاص، الناس اللي واقفة من أجل استخدام قوي، الناس اللي واقفة من أجل استعلان الملكوت بآيات وعجائب من خلال خدمتهم، الناس اللي واقفة من أجل أبواب تفتح، ناس الواقفة من أجل تغير في الأجواء الشخصية، فكل حاجة تتحرك في الامتلاك. أنا بصلي معاك معاكي ومعاك بصورة خاصة، خلي الكلمة عصائب على عينيك وعلى أيديك لكي تطيل أيام امتلاكك لكل الأمور دي، وتكون أيامك كأيام السماء على الأرض باسم يسوع. فارفع ايدك معايا، اتحد معايا باسم الرب يسوع. شعب الرب شعب يتوقع ايات وعجائب بطريقه طبيعيه، شعب الرب يتوقع ويستقبل ايات وعجائب بطريقه طبيعيه، لان صوت الرب يخلق، صوت الرب يخلق اي حاجه محتاجه تتخلق في حياتك، صوت وحضور في اسم الرب يسوع. روح الرب رف في هذا المكان، في الثواني الأخيرة من هذه اللحظات في الاجتماع، رف في هذا المكان خلق لأمور جديدة باسم يسوع. كل كلا فيها فشل باسم يسوع، حياة وقيامة لهذه الكلا. كل كلا فيها ضعف وظائف، أيا كان ضعف وظائف في أي حاجة في جسد أي حد موجود هنا وبيستمع، قيامة لهذه الوظائف باسم الرب يسوع، مش بس في الكلا، باسم الرب يسوع. هللويا يا رب، هللويا.
ليس مثل الرب إلهنا. تعال نخدم نعظمه كده ونرفعه ونعليه. سقف للرب وعظمه، سقف للرب وعظمه باسم يسوع. ليس مثل الرب إلهنا، ليس مثل الرب إلهنا، ليس مثل الرب إلهنا، ليس مثل الرب إلهنا. هللويا. يجري عجائب العظام وحده، يجري العجائب العظام وحده باسم الرب يسوع. كل ألام في التنفس في الصدر، ألام في الضلوع، ألام الضلوع تشفى باسم الرب يسوع. رب يرجع أماكن حاجات لمكانها الطبيعي باسم الرب. صدق معايا، أؤمن 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 بأمور يصنعها الرب بيده وبذراع شديدة. ذراعه ممدودة ويده شديدة. يخرجنا من أرض عبودية بذراع شديد وبيد ممدودة باسم الرب يسوع. يخرجك من أرض عبودية بذراع شديدة وبيد ممدودة باسم الرب يسوع. إن ذراعه ويده ممدودة على حياتك باسم الرب يسوع. كعريس يعلنوا you.
السماوي من أجل شعب بيخرج مليان صولجان، مليان عصا بلعسم، مليان عصا بلع حياة، فله سلطان باسم الرب يسوع. أشكرك أبويا السماوي من أجل كل إيدين مرفوعة بعصا سلطان على البحر، عصا سلطان بتبلع حياة، عصا سلطان تأتي بمعجزات في الحياة وفي الظروف وفي أمة باسم الرب يسوع.